وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية نعود مرة ثالثة وأخيرة إلى فاطمة خليل، تفضلي. شكرا إلهام، شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 22، اسكندرية 28-20، مطروح 26-18، بورسعيد 26-22، إسماعيلية 34-21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35-22، العريش 27-21، طابة 35-24، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 38-27، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 44-28، أسوان 44-28، الوادي الجديد 43-25، شلاتين 39-26، حلايب 33-28، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.